الكويت والإمارات علاقة تاريخية وتأكيد لا مؤكد لا يحتاج إلى تأكيد. وسعادة السفير خلال وجوده بين أهله وبين أشقائه في بلد الثاني الكويت أعتقد شعر بهذا الشعور وحس إنه بين أهله وأشقائه وكأنه موجود في الإمارات. اللي بأكد لك إياه أن إحنا نبادلك نفس الشعور، ونحن نشعر أيضا تجاهك وتجاه أخواننا وأشقائنا في الإمارات بأن إحنا بلد واحد، وإن شاء الله أنت من ترايح بعيد بتظل دائما قريب من القلب مثل ما الإمارات قريبة من قلوب الكويتيين أجمعين. فيعني احنا ما نقول وداعا ولكن نقول الى اللقاء، واشكر العم احمد على يعني هذه الدعوه الكريمه اللي اتاحت للجميع الفرصه لابداء مشاعر تجاهك وتجاه دوله الامارات الشقيقه. فلك مني شخصيا وايضا لك مني بصفتي الرسميه اللي شرفني فيها الاخوه الحضور وابناء الشعب الكويتي بأن نشكرك على كل ما قمت فيه، وأن نقول لك ترى لك مكانة كبيرة ستظل محفورة في قلوبنا، مع تمنياتي لك إن شاء الله بالتوفيق في المستقبل. تسلم. هل عم صار هلا؟